السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كنتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة، وانتم كتفرجوا الفيديوهات ديالي كنتمنى لكم التوفيق جميعا. أجي ونعرفوا شنو كاين في هذا الفيديو. إذا في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على شبكة تنقيط الاختبار الشفوي لمباراة التعليم فوج 2020، شرح كيفية حساب نقط الشفوي. إذا بقاو معايا باش نعرفوا هذه الشبكة كيفاش كتكون، وشنو المكونات ديالها، وشنو كيركزوا باش يحسبوا النقطة. إذا مع اقتراب الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي يبدأ الكل في البحث والتساؤل عنه. دائما منين كيقرب الإعلان عن النتائج ديال الاختبارات الكتابية كنبداو نفكروا في الامتحان الشفوي. إذا أول حاجة كنبداو نتسألوا عليها هي ما هي شبكة التنقيط التي يتم اعتمادها لتقييم أداء المترشحين والمترشحات خلال الاختبارات الشفوي. يعني شنو هي شبكة التنقيط اللي كتمكن اللجنة من تقييم أداء المترشحين والمترشحات في الاختبار الشفوي. ثانيا، ما هي أهم الأسئلة التي تطرح على المترشحين؟ ثالثا، هل يتم اعتماد أسئلة موحدة لتقييم أداء المترشحين؟ واش كيتم اعتماد أسئلة موحدة ما بين المترشحين باش نقيموا الأداء ديالهم؟ مثلا واحد مدوز مديرية شفشاون مثلا غيكون عنده نفس الأسئلة ديال مثلا مديرية بني ملال إلى غير ذلك. واش هاد الشيء كيتم بهذه الطريقة هذه ولا العكس؟ إذا بالنسبة لشبكة التنقيط التي يتم اعتمادها لتقييم أداء المترشحين والمترشحات خلال الاختبار الشفوي، غادي نعطيكم مثال ديال شبكة التنقيط ديال دورة نوفمبر 2019 ديال المباراة السابقة. إذا شبكة التنقيط هي هذه، شبكة التنقيط الخاصة بالاختبار الشفوي لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات نوفمبر 2019. إذا غادي نعرفوا المكونات ديال هذه الشبكة حالا. أولا التقديم، عرض المؤهلات الشخصية. إذا الشبكة تتضمن أولا التقديم عرض مؤهلات الشخصية. إذا هنايا اللجنة كتنقط لي على 10 هاد المؤهلات الشخصية. أول حاجة الهيئة والهندام، إما كيعطيوك صفر ولا واحد ولا اثنين. القدرة على التعبير باللغة العربية، كذلك القدرة على التعبير باللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية لغير ذلك. رابعا، القدرة على استعمال وتوظيف الإعلاميات، مثلا سهولك على شي حاجة ديال الإعلاميات، شنو هو PDF، شنو هو وورد مثلا، شنو الفرق ما بين الإكسل والوورد، مهم مجموعة من الأسئلة. إذا قلنا أولا التقديم عرض المؤهلات الشخصية، يعني كتكلموا على المؤهلات الشخصية عليها 10 ديال النقط. النقطة الثانية والثالثة، تمكن من مجال التخصص والكفايات التواصلية. ثانيا كاين التمكن من مجال التخصص، يعني كيسولوك في مواد التدريس ولغات التدريس ديال التعليم الابتدائي ولا مادة تخصص. نقطة على 20، يعني مجموعة من الأسئلة كيسولوك في اللغة العربية، في الرياضيات، ممكن يسولوك حتى في التربية الإسلامية، ممكن يسولوك مجموعة من الأمور لكن كتكون أسئلة بسيطة جدا. هذه في التمكن من مجال التخصص. ثالثا الكفايات التواصلية على 14 نقطة. أول حاجة فيها القدرة على الإنصات وتقبل الرأي الآخر، يعني منين يكون مثلا كيسولني انا خصني نتصنت له، ومنين تقول لي اللجنه هضر عاد نهضر. ثانيا القدره على التبليغ بلغه التدريس، يعني انني نكون قادر انني نبلغ المعلومه، مثلا يسولوني انني نقدر نبلغ المعلومه او الجواب الصحيح. ثالثا وصول الافكار وانسجامها، يعني انني لا سولوني نجاوبهم وتوصل لهم الفكره اللي باغي نقول. رابعا القدره على الاقناع، يعني انني نكون قادر انني نقنعهم، مثلا نقنعهم بالراي ديالي، راي ديالي انا. اذا هنا قلنا ثانيا تمكن مجال التخصص عليه 20 نقطة، وثالثا الكفاية التواصلية عليها 14 نقطة. ثم النقطة الرابعة والأخيرة الاستعدادات المهنية. أولا اطلاع على مستجدات نظام التربية والتكوين بالمغرب، يعني أننا نكون مطالع على المستجدات، يعني كيسولوني على هذه المستجدات، ممكن يسولوك على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، ممكن يسولوك على قانون الإطار إلى غير ذلك. ثانيا مدى الإحاطة بعلوم التربية وطرق التدريس، ممكن يسولوك على علوم التربية ويقول لك مثلا شي بيداغوجية، عرف شي بيداغوجية ولا طرق التدريس إلى غير ذلك. ثالثا مدى الإلمام بوظائف ومهام المدرس، يعني أنني من نكون ماشي الاختبار الشفوي نكون عارف شنو هما المهام ديال أي مدرس. رابعا مدى الحافزية لممارسة المهمة المنتظرة، يعني كيسولوك على تعليم صفة عامة، علاش اخترتيه، كيسولو كذلك على مجموعة من الأمور، أنك خصك تبان بأنه عندك الحافز أنك تدخل مهنة التعليم باش تكون واحد الأستاذ قدوة للمتعلمين والمتعلمات، ماشي داخل فقط بغرض السالير وصافي. بالنسبة للتنقيط هذه الاستعدادات المهنية كتكون على 16. إذن
أولا قلنا تقديم عرض مؤهلات شخصية 10 نقاط، ثانيا تمكن من مادة التخصص 20 نقطة، ثالثا الكفاية التواصلية 14 نقطة، وأخيرا التعدادات المهنية 16 نقطة. 60 نقطة هو المجموع ديال النقط أو النقطة الإجمالية ديال الاختبار الشفوي لمباراة التعليم. إذا هذه هي الشبكة ديال التنقيط ديال مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، هذه ديال نوفمبر 2019. غادي تكون في نفس الطريقة الشبكة ديال الاختبار الشفوي ديال هذا العام إن شاء الله. بالنسبة للتساؤل الثاني اللي كنت درت هو ما هي أهم الأسئلة التي تطرح، هذه غادي نتطرق لها إن شاء الله في فيديو مستقبل. التساؤل الاخير هو هل يتم اعتماد اسئله موحده لتقييم اداء المترشح؟ هذا السؤال هذا مهم، وشحال من مترشح كيسولو. بالنسبه للاسئله ديال الاختبار الشفوي، كل لجنه مستقله عن الاخرى، كل لجنه اللي كتكون مكونه من 3 ديال الاساتذه، 2 ديال المفتشين، مفتش اللغه العربيه ومفتش اللغه الفرنسيه، وفي الوسط مفتش خاص بعلوم التربيه والديداكتيك. اذا كل لجنه كتسول اسئله خاصه بها. ممكن مثلا في نفس المديرية لجن مختلفة كل لجنة كتسول أسئلة، كذلك يمكن تلقى 2 ديال المترشحين عندهم نفس اللجنة مترشح يسولوه بشكل ومترشح آخر بشكل آخر، يعني بأسئلة أخرى متنوعة إلى غير ذلك. ممكن تدخل اللجنة أنت ويسولوك في التربية الإسلامية والاجتماعيات، ويدخل آخر ويسولوه في الرياضيات واللغة الفرنسية إلى غير ذلك. يعني لا يمكن اعتماد أسئلة موحدة لتقييم أداء المترشحين والمترشحات. إذا ترقبوا هذا المساء إن شاء الله فيديو حول تجربتي الشخصية في الاختبار الشفوي لمباراة التعليم. وبهذا كنكون ساليت الفيديو ديالي، وفقكم الله وسدد خطاكم إن شاء الله. تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.